هاي جايز، انا صابر. هذا الفيديو عم بلعب في كلاش رويال، وانا اللي ما بيعرف كلاش رويال هي لعبة باتل رويال، بس مش باتل رويال، انا قصدي مثل فورتنايت. وهو انا قصدي انه باتل رويال انت بتجي واحد ضد واحد، وبكون انت عندك كينج تاور وارشر تاورز حدك، هدول بيدافعوا عنك عن الكينج تاور. قالوا اذا بيروح الكينج تاور بيروح كل شيء وبتخسر، اذا بيروح الارشر تاور ما بيصير. هلا انا بارينا 6، الخبراء بهاي اللعبة يشوفوا لي تشكيلتي شو بزبط فيها، لانه انا مش عندي ولا ليجندري، بس وبقى لي بس بس الاكسبو، وتشكيلي بلا ليجندري لارينا 5 لارينا 6. هلا راح نفوت بهجمة، هاي التشكيلة اللي ما شايفها كتير منيح، الوش ليفل 7، البرنس ليفل 8، السكايتن بارل طلع لي جديد، طلع لي هيدا امبارح ليفل 5، الكانين كارت ليفل 7 يعني ليفل 2، السكايتن ارمي ليفل 8، بارون ليفل 9، الفالكير ليفل 8، الجولدن بارل ليفل 9. في عندي انا هول بطاقات، هول كولكشن تاعيتي. اوكي خلونا هلا نروح على باتل، لازم نربح الباتل نحن. اوكي ما بيصير دغري بلاش سكارتن ارمي، هو كينج ليفل 7 انا كينج ليفل 8. هون في خطر علينا، هضره او لا قوي قوي الهجمة، لازم احط شي مدافعة. اوكي اخدت له الهجمة تعيده. هلا لازم انا اطري الكوبلين بارل، حطلي هلا الدراجن، الدراجن رح يكسح لي رح يمحي شي اسمه ويتش، بس مش بكل هالقوة يعني الدراجن. فهذا نرجع له من الكانن كارت، ولازم دافع دافع سكيلتون ارمي. ماي جاد هجمة مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي. هلا لازم احط له سكيلتون بارل، يا الله لازم مهم. يلا شتت له انتباهه، اخذت الباكا. اوكي اهم شيء هلا هو انه يروح الباكا من طريقه، لانه الباكا ضربته جهنميه. اوكي في نصائح بالوضع دائما اليوتيوبرز انه السكوت بالفيديو شيء بيزعج المتابعين، فلهيك عم حاول انا قد ما فيني احكي وما ازعج ما ازعج متابعين بسكوت. يلا اجا البالون ضرب ضربتين، هيدا اهم شيء البالون، انا ضربته كتير قوية. يا رب ما يحط لي سكاتن ارمي، يمكن اخذنا الهجمة. جود جود جيم ثانكس. اوكي هذه كانت حلقتنا اليوم، واتمنى عجبتكم، ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير والكومنت. خلونا نفتح الجست، قديش بتطلع لي؟ اوكي الجيمز تاعيتها كانوا بالميتين، بس انا ضليت عم بصرف اصرف اصرف اصرف. هبنا شفنا شي نعمل له ابجريد للبربريانز، هو قالولنا داهر عندي ما نطورهم. قديش صار صاروا هي هشوف الدمج من الواحد منهم 132، الهيت بوينتس للواحد 528، السبيد ميديوم هيت سبيد 1.4، دمج بير سكند 94، تارجت جراوند رينج ميلي. اللي بيعرف شو قصده ميلي هون يكتب لي بالكومنتس، انا مش فاهم شو قصده. هلا عندي الميني هارد ليفل 8 يعني قوية كتير، بس ما بقدر هلا يعني لا نحطها، لانه تشكيلتي هيك زبطة كتير قوية ومنيحة. فهلا باي.